كان نيكولا الرئيس الماضي خرج القانون بان الامام ما خصوش البنت والدري بالزواج الا داروه بلا اذن ديال الاداره الفرنسيه، عندهم 6 شهور وعندهم 7000 لوغو ديال البروس. هذاك الامام اللي دار ديك فتحه عاصي الامير ديال الدوله الفرنسيه، كيتسمى هذا الرئيس الفرنسي ما خرج هذاك القانون لان حتى حصل الناس كيتزوجوا كثير بلا كواغي. عجيب. ولكن هذا الامام اللي كيدير هذه الفتحه بلا اذن ديال المسؤول ديال الدوله كيدير فتحه، لان الرئيس الفرنسي قال لهم الامام اللي يدير عقد قبل العقد اداري عليه غرامه وقد يسجن بسبب هذا، وذكرنا هذا 7000 لوغو ولا 6000 لوغو يخلصها ديال اختلاف القانون. هذاك الامام اللي كيدير هذه الفتحه كيتسمى على الحق او لا؟ ذكرنا القانون الموجود. لا موجود، انا جبت برزقي كان واحد البنت. طيب عقد هذا العقد يعني غير الامام، ماذا يحصل؟ ليس الامام اي عقد بس اذا عقده ماذا يحصل؟ هو نفس الشيء، القانون ينطبق على الجميع. لو اتصلوا في انا في المانيا وعقدت لهم ماذا يحصل؟ بس انا اعرف الان في المانيا مثلا عندنا ليس ممنوعا ابدا، وليس لهم علاقه لانهم لا يعترفون بالزواج الديني لا للنصارى ولا لليهود ولا للمسلمين، فيقول ان شاء الله تتزوج 1000 امراه شرعي طالما انك لست متزوجا على الاوراق نحن لا يهمنا، هذا ليس من شأننا. كما انه لو ان رجلا مثلا يكون عنده 10 صاحبات في فرنسا ليس زوجات صديقات، اي رجل الان مسلم ولا نصراني ولا يهودي ولا ايش بتكون ملته وعنده 10 صديقات هل القانون يعاقبه على هذا؟ هذا سؤال يعني لا يعاقبه. ولذلك نحن نقول انما الطاعه في المعروف، الطاعه تكون في المعروف، الطاعه تكون في المعروف. وهنا ينظر في حال كل شخص، من كان لا يلزمه الزواج الثاني لا يجوز له ان يعصي حاكمه فيه، وانما ان كان يلزمني واحتاج اليه بحيث اني لو لم افعل واتزوج الثاني ساقع في الزنا فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، طالما انه ليس من الضرر يقع على اي احد في هذا الباب. وهذه المساله الحقيقه يعني الافضل ان تسالوا فيها ائمتكم الذين يعيشون بينكم هنا، هم ادرى بالقوانين مني، يعني انا بمثل هذه المساله احتاج الى جلسه يعني افهم فيها القصه بالضبط، وافهم هل هذا القانون قانون مطبق ولا مجرد كلام وعفى عليه الدهر. أو مثلا في كل بلاد اوروبا عندهم قانون يسمونه قانون منع اخفاء الوجه، في ايطاليا من 60 سنه، في المانيا من 48، ومع ذلك لا يطبق. فهل نقول للمراه وجب عليها ان تخلع الحجاب او النقاب؟ يعني هذا يحتاج الى جلسه وفهم اولا. ثانيا كمان انتم كمسلمون يعني كمسلمين سامحوني ينبغي ان تطالبوا بحقوقكم، ما شرح الله لكم طالما انه لا يؤذي احدا فلكم الحق فيه، ولكن طالبوا به من القنوات الشرعيه الرسميه القانونيه، والله يعينكم باذن الله. نعم، دونك سيت كيستيون كما كونسي الشيخ سيتي بوزي ان شيخ كي هابيت دونك سو بيي لا كي كونيس ميو كو كيكونك les lois de ce pays-là, pour ne pas rentrer en contradiction, même si je conseille donc que les musulmans doivent demander leurs droits, surtout quand ils ne gênent personne dans ces droits-là. Voilà,